احنا اهل الطموح، تلقانا دايما على قلب واحد، حلم واحد يخلينا كل يوم نتقدم اكثر. الحياة هنا ما تغمض، دايما في مغامرة او حكاية جديدة. هذا الطموح ما يخلينا نوقف حتى يكون بكرة افضل ونوصل الين قمة امكاناتنا ويمكن بعد اكثر. مين قال ان العالم يطالع افق بلدنا؟ العالم يطالع افق طموحنا، ارادتنا واسرارنا. لان كل يوم في قمة جديدة تنادينا والمستقبل اقرب، يعرف اننا حاضرين، يناظرنا ويقول الوقت وقتكم.